أعزائي أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات وقفة مع السلوك. إذا الوقفة دي اليوم غادي نخصوها الموضوع مهم اللي تهو من العادات، لو أنه اكتسبناه غيكون من العادات الجيدة، وهو احترام الدور ديالك. يعني الإنسان ملي يكون في شي مكان وخاصه يتسنى نوبته يتسنها، اكيد غتقولوا لي بعض الاحيان كنا درناها، عندنا ظروف وعندنا ولادنا تيتسناونا من المدرسه او عندنا كذا او عندنا كذا. يعني خصنا نعلموا نفسنا اننا ناخذ الوقت اللازم لقضاء الحوائج، لان منين انت تجي تاخذ نوبه ديال شخص اخر فتهو عنده نفس الظروف، يعني وربما تكون عنده ظروفه اكثر منك انت. فهاد المسائل خاصني نثبتها في دماغي بدون ما يكون شي حد ينظم هادشي في راسي. خاصني دائما نحترم القاعدة أن أحب لأخي ما أحب لنفسي. فإذا إلا كنت أنا تنحترم هاد الشخص ويعني تنقدره، يعني يعني واخا ما نكونش نعرفه تنقدره لأنه إنسان قبل كل شيء، فهاد القضية خاصها دائما تكون ونعلم وليداتنا عليها من الصغر باش يكون واحد المجتمع سلوكه جيد ونزيدوا القدام إن شاء الله. فما تنساوش سلوكك يحدد قدرك.